اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره الا بما شاء وسع كرسيه وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وأنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه وآنس وحشته ونفس كربته وقه عذاب القبر وفتنته. اللهم إن أبي في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد لك. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنه في ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت أهل الجود والكرم. اللهم استقبله عندك خاليا من الذنوب والخطايا